الشيخ طاهر بن عاشور لم يكن مهتم فقط بالبعد الديني وبالعلوم الدينية والشرعية، كان يسول ويجول أدبا وشعرا وغزلا وتأليفا وتدوينا وفقها وفتوى، ولكن تنقص هذا البعد من التفكير، ينقص البعد الوطني. شيخ طاهر بن عاشور أنا ذاك كان في موقف لا يحسد عليه، فالشيخ بن عاشور ابتلي وامتحن إلا أنه صمد. يحب الناس فأحبه الناس. الشيخ الإمام محمد طاهر بن عاشور من مواليد 1876، ينتمي إلى عائلة علمية عريقة. جده للأم محمد عزيز بو عطور كان وزيرا أكبر طيلة ربع قرن. فهو موهبة من الله سبحانه وتعالى لما أتاه من الذكاء، وكذلك من الذاكرة القوية الثابتة، وكذلك من سعة العلم، كيف لا وقد أخذ هذه العلوم وتربى وترعرع فيها منذ نشأته، حيث أنه ترعرع في عائلة مجيدة علمية يرجع أصلها إلى الأندلس. هو الشيخ طاهر تولد في بيئة علمية وتربى في جو أرستقراطي، باعتبارا لرباه وجده للأم الوزير في ذلك الوقت اللي يسميه وزير شيخ، وزد كان من علماء الزيتونة، والعزيز بو عطور اللي رباه هو واحتضنه وكونه هو أشرف عليه حتى تعلم. حكمه ينتمي إلى عائلة ميسورة، له سكن ممتاز، له إقامة في حديقة كبيرة غناء. هذا المناخ الاجتماعي وهذا المناخ الطبيعي وهذا المناخ العلمي والاستقرار الذهني تركه يدون ويبدع ويؤسس ويواكب العصر. الشيخ طاهر بن عاشور لم يكن مهتم فقط بالبعد الديني وبالعلوم الدينية والشرعية وعلوم التفسير، وإنما باللغة العربية وبالأداب العربية. لا ننسى أن الشيخ طاهر بن عاشور هو في الوقت نفسه رحمه الله مفسر القرآن الكريم، وهو شارح ديوان بشار بن برد، وهو من أكبر مراجع في العلوم الشرعية لكي يرجع إليه بالفتوى وبالاستشارة وبالتأليف وبالمقال وبالتذكير كثير من علماء العالم الإسلامي. ثم في شبابه صادف وقتها فترة كانت مهمة ياسر بالنسبة لتونس، وهو زيارة الشيخ محمد عبدة المصري إلى تونس، فالتقى به وتأثر بمنهجه في الإصلاح وفي تطوير التعليم وفي النهضة بصفة عامة العلمية في العالم العربي والإسلامي، فكان متأثرا به وبذلك أثر في فكره. فكان الشيخ منذ شبابه يدعو إلى الحوار وإلى العلم وإلى المعرفة وإلى تطوير المناهج. الشيخ طاهر بن عاشور كان يرى أن الإصلاح لابد
أن يتجه نحو العقول والأذهان، وهذا الأمر لا يتم طبعاً إلا بتطوير التعليم وإصلاح التعليم. لذلك انكب الشيخ محمد طاهر بن عاشور بكل عزيمته وعزمه وعلمه ومثابرته إلى النهوض بالتعليم الزيتوني، وكذلك مساهمات الشيخ طاهر بن عاشور معروفة في التعليم ما يسمى بالعصري، أي المدرسة الصديقية. من كبار مدرسي المدرسة الصديقية سيدي محمد طاهر بن عاشور، تتلمذ عليه الأجيال من زعماء البلاد السياسيين والوجوه الأكاديمية والفكرية والثقافية في تونس. الشيخ طاهر بن عاشور كان عنده مسؤولية كبيرة، هو مسؤوليته على جامع الزيتون، على الجامعة الزيتونية أو جامع الزيتون. وفي سنة في الأربعينات، في سنة تقريبا 44 1944 أدخل العلوم الصحيحة في برنامج الجامعة الزيتونية. ابن عاشور طلب أن نستزيد معرفين إضافة للتعليم الشرعي، طلب بتدريس العلوم الصحيحة، الكيمياء والطب والرياضيات والهندسة، هو الذي فرضها في الخلدونية وفرضها في التعليم الزيتوني ودافع عليها، وترك ابنه يدافع معه في الخلدونية، وألقى محاضرات كبيرة ومدونة في تلك المدرسة لكي يرتقي بالخطاب الشرعي، يكون الباحث التلميذ المدرس الزائر جامعة الزيتونة يستفيد شرعا ويستفيد أدبا ويستفيد علما. لكن جوبها في ذلك الوقت بصعوبات، سواء من السلطة الحاكمة من المستعمر الفرنسي، لم يكن يريد للزيتونة أن تتقدم وأن تتطور وأن تعيش في عصرها وتواكب عصرها، فقاوموه. وكذلك بعض الشيوخ الذين كانوا متمسكين بالنظام القديم في التعليم كانوا لا يرون إدخال مثل هذه العلوم إلى الزيتونة، وكانوا يحافظون على، كانوا محافظين بصفة عامة. لكن في ذلك الوقت قاوم وثبت ووقف معه الطلبة، خاصة والأساتذة صغار السن، الشباب من الأساتذة وكثير من الشباب وكثير من الشيوخ زاد أيضا وقفوا معه وعضدوه في مواقفه. محمد طاهر بن عاشور كان في برنامجه يريد توسيع جامع زيتونة، من حيث توسيع تعليميا عشان يشمل آفاق جديدة، عشان بفتح فروع جديدة، وهذا ما تم بالفعل في سنة أو بعد سنة 1945 بعد عودته لإدارة جامع الزيتونة. ولكن أيضا كان يريد أن يعطي حظا أكثر لأغلبية السكان التونسيين باعتبارهم من المذهب المالكي. وقرب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التعليم الزيتوني من الأهالي
في تونس وكذلك في الجزائر بتأسيس ما يسمى بالفروع، فروع جامع الزيتونة الأعظم. فكانت فروع في الجنوب التونسي، وكانت فروع في الشمال التونسي، وكانت فروع طبعا على الشريط الساحلي، وكذلك فروع أو فرعين، هناك فرعان في الجزائر الشقيقة. قام كمسؤول عن التعليم الزيتوني باعتباره شيخ الجامع الأعظم وفروعه بتجسيم آرائه الإصلاحية، وقام بعمل جبار في إصلاح التعليم الزيتوني، ليس فقط على مستوى البرامج وعلى مستوى البيداغوجيا، ولكن أيضا على مستوى البعد الاجتماعي، أي اهتمام الشيخ محمد طاهر بن عاشور وأصدقائه وأعضاده بالنهوض بالبعد الاجتماعي للطالب الزيتوني، الطالب الذي يعني يتلقى العلوم جمع الزيتونة والذي يحفظ القرآن فله منحة في ذلك، على ما يحفظه وعلى ما يدرسه يتلقاها من الحبس، والحبس هذا تحت إشراف جمعية الأوقاف التي فيها علماء من الزيتونة. هذا الصرح التعليمي قلت لم ينعم به الزيتونيون، وذلك خاصة على إثر استقلال البلاد، بعد أن كانت جامعة زيتونية لها 5 كليات، كلية الأداب وكلية اللغة العربية وكلية اللغة العربية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين، وكلها تنضوي تحت جامعة زيتونة، هذه أجهضت بقرار من المنقبة، أجهض فيها على الأصول الزيتونية التعليمية، وعوض بتعليم آخر، تعليم جديد هو التعليم الذي نعيشه اليوم، وبالتالي قضي على معلم كبير، معلم أسهم في بناء الثقافة الإسلامية في هذه بلاد طيلة 14 قرن، وأسهم طلبته في تحقيق الاستقلال للبلاد، ذلك أن العمل الطلابي يومها لم يكن إلا عملا زيتونيا، والزيتونيون هم الذين صعدوا الجبال، والزيتونيون هم الذين أسهموا في العمل الحزبي والعمل السياسي مختلف مكوناته. نحن الآن في مكتبة الشيخ سيدي محمد طاهر بن عاشور. هذه المكتبة تحتوي على مطبوعات، وكذلك طبعا وبالأساس على مخطوطات. هذه المخطوطات في موزعة التوزيع الكلاسيكي في الحضارة العربية الإسلامية حسب الاختصاصات، فهناك خزانة لأصول الفقه، وخزانة القرآن والتفسير، وخزانة الفقه بمختلف المذاهب الفقهية، وكذلك طبعا التاريخ، وخزانة الأداب واللغة. كان يعمل بجانب بيت كتبه، ورأيته السنين الطوال يعمل يوميا صباحا، كل الصباح يعني إلى منتصف النهار تقريبا، يكتب في التفسير، في التحرير والتنوير. أهم الكتب وأشهرها وأعظمها هو كتاب التحرير والتنوير، تفسير للقرآن الكريم، بقي يشتغل عليه سنوات، وفيه مقدمة بعشرة فصول تتحدث على القرآن وكيفية التفسير، كيف يقع، ما هي القواعد والعلوم التي ينبغي أن يستعملها المفسر في تفسير القرآن. هذا التفسير الذي يدرس حاليا في كل جامعات العالم الإسلامي، وقع وضعه في المكتبة الشاملة ويدرس في الجامعات الكبرى، لأنه تفسيراً
يجمع بين الجانب البلاغي والجانب الكلامي والجانب الأصولي والجانب الفقهي والجانب الحضاري. ثم للشيخ طاهر بن عاشور أيضا دور أساسي في تجديد علوم الدين بالإضافة إلى تفسيره الرائع المتميز الصرح، ما أضافه الشيخ محمد طاهر بن عاشور في مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو باب رائع فتحه الشيخ الإمام محمد طاهر بن عاشور في مجال التجديد والاجتهاد. هذا الكتاب اقترح فيه الشيخ الإمام محمد طاهر بن عاشور منوالا جديدا أراد من خلاله للعقل الفقهي العربي الإسلامي أن يدخل حقبة جديدة في التعامل مع الحياة المعاصرة والحياة الحديثة. هذا الكتاب هو تقريب، هو بداية مراحل، بداية بالشاطبي، والشاطبي ذا من علماء أبو إسحاق الشاطبي من علماء الأندلس المالكية، تعرف المذهب المالكي انتشر في المغرب العربي كل حتى الأندلس. ألف في بداية، كتب في بعض أفكار حول مقاصد الشريعة، ما المقصود من التشريع، هو أهم شيء هو تحقيق المصلحة ودرع المفسدة. الشيخ طاهر بن عاشور ألف كعلم وجعله كعلم، يعتبر هو أول من ألف في مقاصد الشريعة كعلم. فإذا بالأستاذ الإمام محمد طاهر بن عاشور يؤسس للعقل الفقهي الجديد على أساس أن يكون المعول عليه بالدرجة الأولى هو علم مقاصد الشريعة الإسلامية الذي يبين فلسفة التشريع وغاياته البعيدة والمقاصد التي يرنو إليها ويهدف إلى تحقيقها. ألف كتاب معروف أليس الصبح بقريب، كتاب معمق جدا في التعرض إلى كل البرامج التعليمية اللي موجودة في التاريخ، سواء بالنسبة للعالم الإسلامي أو حتى في الغرب وفي الدول القديمة عند اليونان وغيرهم. هذا الكتاب الذي يتضمن رؤيته الإصلاحية للمؤسسة العلمية التقليدية ممثلة في جامع الزيتونة من جهة، وللثقافة العربية الإسلامية التي كانت تدرس بها من جهة ثانية. إضافة لذلك كتب الكثير، كتب في المقاصد، كتب في علم الاجتماع، كتب في علوم السنة، كتب في الأدب، كتب في الشعر، كان يحفظ الشعر، كان يستزد بالشعر الغزل وهو يشرح القرآن والحديث، كان يتكلم عن أبي تمام، عن المتنبي، عن الشنفرة، عن المعري، وكان يسول ويجول أدبا وشعرا وغزلا وتأليفاً وتدويناً وفقهاً وفتوى، حتى أننا اعتبرناه دون عطف أو دون مواراة، اعتبرناه مفخرة للعالم الإسلامي، حتى أن علماء الغرب وعلماء الشرق إلى حد الآن ينوهون به. كان يسأل ويستفتى ويجيب عن الأسئلة، كان يحضر في المنابر مع ابنه ومع بعض العلماء. فهذه المبادئ التي جعلت ابن عاشور يفتي فتاوى يواكب بها العصر، يفتي فتاوى بقيت مرجعية إلى الحد الآن ينوه بها. هو ساعة كان مفتي تولى القضاء الشرعي، وصل شيخ الإسلام مالكي، وهذه أول خطة تعطى له، لأنه كانت خطة شيخ الإسلام تعطى للمذهب الحنفي باعتبار أن الدولة ذلك الوقت الحسينية دولة أتراك وتابعين الخلافة العثمانية، كان دائما شيخ الإسلام أو كبير المفتين كان تعطى للمذهب الحنفي، كان شيخ الإسلامي ودائما حنفي، كما عائلة البيرام، كما عائلة بلخوجة، كما عائلات كل تولوا الإفتاء. كيف تولى شيخ طاهر بن عاشور في الإفتاء وترقى في القضاء، وصل لدرجة كبير الإفتاء، لكن في ذلك الوقت قيمته العلمية ومكانته لا يمكن أن يكون تحت المفتي أو شيخ الإسلام الحنفي، أعطوه رتبة شيخ إسلام مالكي، أصبح في ذلك الوقت شيخان الإسلام. فتاويها تتراوح بين الفتاوى المختصرة والفتاوى طويلة في كل ميادين الفقهية والشرعية، عبادات، معاملات، أحوال شخصية، قضاء، كلها تناول فيها شيخ الإمام بعض القضايا التي تهم العصر. لعل من أبرزها التي كانت فيها إضافة وطرافة
الفتاوى الأولى التي تعتبر أول فتاويه لما كان شابا صغيرا في 1902-1903، وهي فتاوى أيد بها الشيخ محمد عبده مفتي وعالم الأزهر في تلك الفترة، عندما اختلف مع الخديوي إسماعيل في قضيتين رئيسيتين، وهي اللبس البرنيطة وأكل لحوم أهل الكتاب. فالشيخ ابن عاشور أيد محمد عبده، من هنا نال صدارة تقلد الإفتاء ومواكبة العصر. في نفس الفترة أي في السبعينات جاءت الطائرة، وأصبح الناس يحجون في غالبهم عن طريق الطائرة، بعد كانوا يحجون إما على البر أو عن طريق وسائل البحر الباخرة وغيرها. ونحن نعرف أن الذين يحجون من المغرب العربي والمغرب الإسلامي على البر، هناك مكان اسمه الجحفة يقفون فيه لكي يلبسون لباس الإحرام. الطائرة البلاد السعودية بنت مطارا في جدة، جدة تأتي بعد هذا المكان، أي بعد ما يسمى بالميقات الذي يلبس فيه لباس الإحرام. فشيخ بن عاشور سئل عن هذا السؤال مع كبار علماء المغرب العربي كلهم، من المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا حتى مصر، ولا أحد أجاب بجرأة مثل الشيخ بن عاشور الذي أباح للمسلمين الذين يحجون من هذه الجهات، أي من الجهة الغربية للمكة المكرمة، أن يلبسوا لباس الإحرام في جدة، بمعنى يلبسون بعد الميقات الذي عين من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي قبل جدة. بورقيبة لما قنن الأحوال الشخصية أراد من شيوخ الزيتونة وعلى رأسهم هرميني شيخ بن عاشور والشيخ جعيط، أراد منهما أن يفتيا بناء على رأيه في إلغاء صوم رمضان، بدعوى أنه نحن في حالة حرب ضد الفقر، والحرب ضد الفقر تقتضي منا أن نفطر في رمضان لكي يعمل الإنسان ولا ينام هذا الشهر، ويؤثر في ذلك على الاقتصاد العام للبلاد. العلماني اللذان حضر مع بورقيبة عام 60 هما الشيخ جعيط الذي كان مفتي الدير التونسية، والشيخ بن عاشور الذي كان عميد الجامعة الزيتونية. ورفض الرجلان الانصياع إلى أوامر بورقيبة، واعتبر أن صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز لنا أن نرضي السلطان ونخالف الرحمن ونفطر في رمضان. أعذار شرعية مبيحة للفطر في رمضان هي المرض والسفر بنص القرآن المبين. وقاس بعض العلماء الجهاد للدفاع عن استقلال الوطن فأباح الفطر في رمضان للمجاهدين فيه، وهذا الرأي هو الذي أتقلده وأفتي به. ويجب الصوم على الأصحاء أصحاب الأشغال اليدوية الشاقة المضطرين للشغل للقيام بشؤون حياتهم وحياة أهليهم، ولا يلزم الشغالين ترك العمل. تاريخ تونس المعاصر قبل 40 سنة من الاستقلال يحتاج حقيقة إلى التوقف على أكثر من محطة، محطات عديدة عديدة جدا، انطلاقا من حزب إنشاء الحزب الدستوري الجديد، وانطلاقا إلى قضية المؤتمر الأفخارستي وقضية التجنيس وقضية الصراع بين السلطة الإقامة الفرنسية وكذلك أيضا رجالات الدولة التونسيين الذين كانوا يتعاملون معهم أو بالأحرى كانوا موظفين لدى السلطة الفرنسية، وإلى مجيء الاستقلال. كل هذه المحطات يتوقف عندها خصوصية التاريخ التونسي المعاصر. المؤتمر الأفخارستي هو توجه متكامل الأبعاد ومتكامل الغايات، يسعى إلى خلق من المساس العميق بالهوية الوطنية العربية الإسلامية، وبمحاولة سهر التونسيين في مسهرين متكاملين، مسهر اللغة الفرنسية والحضارة الفرنسية، ولكن أيضا مسهر الديانة المسيحية.
ولهذا كان مؤتمر رجال الدين. هذا المؤتمر شكل اختراقاً عميقاً جداً لجدلية التوافق التونسي التونسي مع إسلام الإنسان، مع عروبة الإنسان. هذا عنده قيمة كبيرة، أن يأتي هذا أكبر مؤتمر للمسيحيين في تونس ويقومون باحتفالات وباستعراضات، معناها هيئات مسيحية من العالم أجمع، ويضعون هذا في 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 قوة الدفع المسيحي. هذه أكيد هزت الضمير التونسي وجعلت المواطنين يستغربون كيف أن رجال الدين لم يقوموا بأي شيء لمناهضة هذا التيار. المشروع الأفخارستي جمع في تونس كل رجال الدين المسيحيين بالذات، وتوحدوا من أجل استراتيجية تنصير المجتمع التونسي. من يستطيع أن يغامر بأن يقف مع هذا المؤتمر وأن يدعم هذا التوجه المسيحي إلى تنصير تونس؟ الغريب جدا في هذه في هذا الموضوع الهام هو أن بعض رجالات الدين كانوا مؤيدين وكانوا من لجان من الإدارة المنظمة لهذا المؤتمر العالمي الأفخارستي. لا ننسى أن المؤتمر الأفخارستي آنذاك كان هو المؤتمر الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية في تونس، والذي كان رفع إذن شعار آنذاك إعادة تونس إلى حضنها المسيحي الأصلي شنا، وإعادة تمسيح تونس شنا. فأن يكون ضمن الهيئة المشرفة على هذا هذا المؤتمر أو هذه التظاهرة الدينية الكاثوليكية رجال الدين الإسلامي، ذلك يورطهم بطبيعة الحال مع السلطات الاستعمارية. لعل الشيخ طاهر بن عاشور كان من الذين لا أقول أيدوا ولكن انضموا، على كل حال لأنه لا يستطيع أن يقول لا للإقامة الفرنسية، ولم يكن له موقف حاد وواضح جدا لمناهضة المؤتمر الأفخارستي، وهذا ما أخذه عليه أغلب المؤرخين وأغرب رجال الدين والطبقة المثقفة في تونس. المستعمر الفرنسي أراد أن يشتري همم المسلمين التونسيين عندما يتجنسون، يعطيهم امتيازات سواء كان مادية أو مهنية أو سكنية أو وظيفية. ولم تقع إشكالية في تلك الفترة، أي في العشرينات إلى 33، ذلك بمناسبة موت أحد المتجنسين في مدينة بنزرت، وكان مفتي بنزرت آنذاك الشيخ شريف إدريس كان قد أصدر فتوى بعدم جواز دفن المتجنسين في المقابر الإسلامية باعتبارهم كانوا قد تخلوا عن الجنسية التونسية أو الجنسية عن صفتهم كمسلمين. طبيعة الحال الإقامة الفرنسية اهتزت لهذا الموقف من رجال الدين وبالأخص من مشيخة بنزرت الشيخ يا ولا، وأرادت أن تقلل من تداعياته. أن يقف رجال الدين هذا الموقف الصارم والحازم في اعتباره أنه كافر هز الإقامة وهز بعض رجال الدين. من هنا يأتي العامل السلبي الآخر، هو أن بعض رجال الدين كانوا ما أقول شو أيدوا هذا الموقف ولكن يجارون الإقامة الفرنسية فيما تطلبه منهم. المجلس الشرعي التونسي الإسلامي قدم فتوى برئاسة الشيخ طاهر بن عاشور. هذه الفتوى تثبت أن المتجنسة التونسية لا تقبل توبته، والذي قدم السؤال هو الشيخ طاهر بن عاشور، وسؤاله يضمن في طيته الجواب. فسؤال يقول هل تقبل توبة المتجنس؟
كلمة هل تقبل بمعنى أنه كافر مرتد بطبيعته، ونبحث هل تقبل فتواه أم لا. ولذلك وقف التونسيون أنذاك موقفا ضد الشيخ محمد طاهر بن عاشور. التونسيون عندما نقول التونسيون هنا إذن نخبا وشعبا، وقعت هناك العديد من التظاهرات التي تدل على رفضهم لهذه الفتوى. وحتى أن بورقيبة نعت أنذاك أولئك المشايخ، مشايخ المجلس الشرعي، نعتهم بالعلماء المزعومين باعتبارهم أنهم إذن يزعموا أنهم علماء وليسوا بعلماء. ثم ناس ماشي تصادم معهم، هذا لا سبيل إليه، لا سبيل إلى نكران. هذو ما مشايخ انت الحصر معناها وناس متزمتين، هذا قابلين عليه، قادمين عليه، ما عندهم فين يوصلوا، لأن نفوذهم وسمعتهم وكذا من أعمالهم وقت الحماية وتزلفهم لفرنسا وأعمالهم هذوك خلاص ما احناش خايفين منهم. والفتاوي متاعهم انت الحصر معناها باش المسلمين يمشوا يحاربوا انت الحصر مع فرنسا. وفيما بعد نعت هؤلاء العلماء بما فيهم محمد طاهر بن عاشور في الصحافة الحزبية في فترة الخمسينات قبل الاستقلال، بطبيعة الحال نعتوا بكونهم شيوخ التجنيس. وابتلي ابن عاشور لأنه وقع تسريب معلومة من طرف حزب بورقيبة عادئذ، حزب الدستوري، الذي ادعى بأن الشيوخ اتفقوا مع فرنسا وقبلوا توبة المتجنس. قضية مفتعلة ضد الشرع، ضد المجلس الشرعي، يبين لفرنسا بأن الحزب قوي وأنه يتحكم في الشعب وأنه هو المسيطر وأن كلمته هي المسموعة، لابد من التفاوض. قضية سياسية، حتى أنه لما ترجع إلى الوثائق الأصلية وخاصة محضر الجلسة اللي عمله المجلس الشرعي منشور في مجلة المجلة الزيتونية معروف، صح الكل الوثيقة كونه الذي يتجنس بجنسية فقد خرج من ملة ربقة الإسلام وليس بمسلم إنما هو مرتد وينبغي عليه، هذه الوثيقة. كونه شيخ طاهر زاد الجملة كونه من تاب تاب الله عليه، إذا كان يرجع يرجع، وهي الصحيحة الكلام. أما كوثيقة كتبها بنفسه يقال جواز التجنيس، هذا أبدا لم يحصل. فالشيخ بن عاشور ابتلي وامتحن إلا أنه صمد، لم يبين رأيه ولم تثبت براءته إلا بعد وفاته. توفي عام 73، عام 85 تحصل بعض الباحثين عن الوثيقة الأصلية التي تثبت براءة الشيخ طاهر بن عاشور، ولكن بعض العلماء في أعلى هرم السلطة الدينية لم يوافقوا بشكل واضح، ولكنهم لم يعارضوا هذا الموقف. على أي حال، الشيخ طاهر بن عاشور أنذاك كان في موقف لا يحسد عليه من ناحية السياسية، حتى أن طلبته، إذن طلبة جامع زيتونة، كانوا قد أضربوا، كما أن المصلين قد رفضوا صلاة الجمعة وراءه. طاهر بن عاشور رجل عالم من أبرز العلماء، تفسير القرآن يعتبر فريد من نوعه، رجل نفذ إلى عمق القضايا العقائدية، ولا أحد ينكر، ولكن تنقص هذا البعد من التفكير، ينقص البعد الوطني الذي يتفاعل مع الوطنيين ويأخذ بالاعتبار ماذا يريد الوطنيون في ذلك الوقت، وأيضا لم يحرك ساكنا أمام كثير من المشاكل الوطنية. السيد طاهر بن عاشور طبعا كان في بيته، هو طبعا القطب اللي يدور حوله كل حياة العائلة، العائلة بمفهومنا التقليدي الجميل الموسع، يعني العائلة لا تقتصر على الأولاد والبنات والأحفاد، وإنما العائلة الموسعة بما في ذلك أتباع الأسرة، يعني من بعض التلاميذ جامع الزيتونة، بعض الشيوخ، كانت الناس تقيم في هذه البيوت. الحياة اليومية متاع جدي الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله كانت منظمة تنظيم محكم فيها انضباط كثير ياسر، بحيث الجدول الأوقات متاعه بالنسبة لنهاره معروف، قم بكري يتوضى يصلي يذكر إلى غير ذلك، ومن بعد ياخذ فطور نتاع صباح، ودائما اللي نذكر فطور نتاع صباح هو شويه تي انفيزيون وشويه بشكوتو
مغروم باللونغدوشا مثلا كالبشكوت اللي يبدا بالحاجه الخفيفه ما كانش يكثر برشا من الماكله. ثم فيما بعد حبر ما يوفى الفطور نتاع الصباح يبقى فك البيت نتاعو في الجناريه، يقعد في الشباك نتاعو في الجناريه نقولوا احنا، ويشرف على الحديقه امامه الخاصه هذيك تبدا قدامه ويجي فطوره، وهي مناسبه اولى ساعه باش يبدا يشوف ساعه الاخبار يقرا جرايد. يعني كان كل يوم جرايد تبدا تستنى فيه العمل والصباح، جول شويه في الثانيه معناها في الحديقه نتاع المنزل، والا يخرج. كان دائما هذا يعني من الاشياء اللي كانت يوميه هو انه يمشي على ساقيه، بعد يطلع وينفرد للعمل، يقعد يخدم على نفسه في عنده يعني بقعة أخرى تركينة. كيف يخدم هو؟ ما يخدمش كما احنا نخدمه توا في بيرو وكرسي، يقعد هو على البنك نتاعه وساقيه مربعة، وعنده كما البيبيتر يحطه على ركيبه والكتب بحذاه أمامه، عنده المكتبة نتاعه في بقعة أخرى يجيب الكتب اللي حاجته بها، ولا ساعات حتى يعيط شكون يقول جيب لي الكتاب الفلاني تلقاها هكا في الرف الفلاني الأولاني على اليمين الثالث على اليسار. هذا كانت عنده معرفة دقيقة جدا بالمكتبة متاعه رغم الغزارة متاعه. كنا نفطر مع بعضنا ناس برشا ناس، وكانت قلت لك هذيك وقت الفطور من روعة. احنا كنا نقلق ساعة ساعة صغيرات خاطر ما نفهموش كل شيء، لكن كان يدور حديث وقتها حكايات الكل يتقالوا والناس تفدلك وتتناقش نساء ورجال من غير حتى 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 حقرة في هذا ولا في هذا. يعني الكبار يحكيوا، الصغار يحكيوا، النساء تحكي، والحكايات راه مش لازم حكاية متاع فقه ولا حاجة هكاك، لا الحكايات تمشي بالفقه وبالسياسة، والنساء تدخل في السياسة تحكي على السياسة ولا تحكي على حتى شيء. عرس مثلا جي عمتي تحكي على عرس، يشارك بابا وعزيزي والناس كل يولي يشاركوا ويبدأوا خالي سي الفاضل وسيدي في المناقشات جميع المواضيع اللي تنجم تتصورهم سواء كان سياسية وإلا علمية. ساعة ساعة الناس يقولوا عجب قداش تعرف حاجة، تقول متين مثلا 20 سنة اللي عديتهم في الثانية هنا قاعدة كل يوم كيف نقعد على طاولة فيها زوز محاضرين، محاضر اسمه الطاهر بن عاشور والاخر اسمه الفاضل بن عاشور، مش طيب ولا شويه؟ طبعا لا يمكن الانسان ان يتحدث عن الشيخ سيدي محمد طاهر بن عاشور دون ان يستحضر وان يتحدث عن الشيخ المرحوم المنعم عمي سيدي محمد الفاضل بن عاشور. والدي الشيخ الفاذر كان هو اول اولاده ذكور، وقت اللي تولد يعني كانت ايفينمون في العائله، وحبر ما بدا يكبر اولاه والده يعني الشيخ طاهر اولاه عنايه كبيره، تقريبا ملي عمره 3 سنوات بدا خذاه يعني لتربيته على الاتجاه اللي تربى فيه هو واللي رباه هو به جده الشيخ العزيز بوعطور الله يرحمهم الكل. فمنذ سنه منذ 3 وقت الشيخ فاضل ولا عمره 3 سنوات بدا يعلم فيه حفاظه القران وحفاظه المتون اللي يدخلوا بها قبل التعليم الزيتوني. تبع الدراسة متاعه كان معاه يعني شديد في التكوين متاعه، يعني حب يتكون على المنهج اللي هو تكون به، ولكن مع التأقلم مع الظروف الجديدة. نهيك وأنه عمله مثلا أستاذ باش يقريه اللغة الفرنسوية هوني في الدار، وسجل في جامعة بالجزائر هي كلية هي جامعة الآداب أو كلية الآداب ليتابع فيها دراسة الفرنسية، فبرز على أقرانه في ذلك الزمان الزيتوني بأن كان له اطلاع على اللغات الأخرى الأجنبية وهو ما لم يكن متاحا في ذلك الزمان. شيخ سيدي محمد الفاضل بن عاشور كان حقيقة نابغة، كان متألقا وكان ذكيا وكان متبحرا وكان خطيبا وكان اجتماعيا وكان سياسيا أيضا. كان والشيخ الطاهر بن عاشور كان له علاقة مع ابنه الأكبر الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، علاقة طبعا الوالد مع ابنه، ولكن أيضا علاقة العالم مع تلميذه الذي سرعان ما صار أيضا من كبار العلماء في تونس وفي العالم
الإسلامي عموما. الشيخ محمد الفضل بن عاشور تدرج سريعا في مدارج العلم والمناصب، وكان مختلفا عن أبيه بحضوره الميداني. كان الشيخ محمد طاهر بن عاشور يدلي بباعه في المجال الإصلاحي المتعلق خاصة بالتعليم، والشاب محمد فضل بن عاشور يعاين كل هذه المسائل، فتشبع بهذه الروح الإصلاحية والتي ابتدأ تبرز عنده سنة 1938، فأصبح يلقي مباشرة مجموعة من الخطب شدت الأسماع إليها، وشد خاصة صوته اللي كان صوتا جهوريا، صوتا جميلا، صوتا مؤثرا، فبدأ الناس يعرفونه. إن موقع الكلمة التي افتتحت بها الآية التي هي موضوع دراستنا وتفسيرنا في هذا الحديث يتضح جليا بمعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتنزل في القرآن العظيم. ولما تأتي سنة 1945 إلا وكان الشيخ محمد فاضل معشور على رأس الجمعية الخلدونية. استطاع أن يبعث داخل هذه الجمعية معاهد ثلاثا. المعهد الأول هو معهد الفلسفة، وبعث معهد البحوث الإسلامية، وكان موجها أساسا لأن يبحث في القضايا الإسلامية التي تتناسب مع الواقع المعيش. والمعهد الثالث هو المعهد العربي للحقوق، إيمانا بقيمة حقوق الإنسان. وهو إلى جانب هذا مدرس في مدرسة التدقية، ثم إلى جانب ذلك فهو قاضي، جمع بين القضاء الشرعي وبين القضاء المدني. بالنسبة للشيخ الفاضل يختلف على الشيخ طاهر والده، وكان الشيخ طاهر يكتب خلى تأثير، الشيخ الفاضل عكسه كان يحاضر ويرتجل، وكان عضو في المجمع المجمع اللغوي في القاهرة، كان يشارك بالدراسات قيمة في الناحية العربية. لأنهما تكاملا الرجلان الأب والابن في المنابر العلمية واللغوية، مثل المجمع اللغوي بالقاهرة والمجمع اللغوي بدمشق، كان الرجلان لهما حضور علمي أكاديمي هناك. ثنائي مثل فيها الابن سفارة أبيه إلى العالم، وإذا كان محمد طاهر بن عاشور منفتحاً على العالم العربي والإسلامي بكتاباته، فقد أضاف إلى ذلك سفارة ابنه محمد الفاضل بن عاشور، حيث كان ينوبه في كثير من اللقاءات والملتقيات والمحاضرات، وأحياناً يجتمعان، من ذلك اجتماعهما في مؤتمر في تركيا، حتى قال أحد الصحفيين كاد هذا المؤتمر أن يتحول عاشوريا، فأصبح يتنقل كثيرا في بلاد العالم ويسهم في بناء المؤسسات الجامعية في كثير من الدول. كانت سمعة الفاضل بن عاشور تعدت، خرجت من تونس بطبيعة الحال وأصبح يمشي خاصة المغرب الأقصى. حسن الثاني رحمه الله كان يقيم في يعني في قصره الدروس الثانوية في شهر رمضان، وكان يعني يستضيف فيها فضيلة العالم الهمام سيدي محمد الفاضل بن عاشور. كل عام يقع استدعاء دعوته من طرف الملك الحسن الثاني في ذلك الوقت، وكان يجل كثيرا ومعروف بيقدره أكثر، المحاضرات بتاعه ارتجالية قدام الواحد، حتى أنهم مرة أرادوا أن يختبروا مستواه العلمي، فاقترحوا عليه في موضوع مباشرة هكذا، طلبوا منه أن يحدثهم، قالوا صح هذا. فضلا عن كل المحاضرات التي كان يلقيها في الأزهر الشريف، وكان يلقيها مثلا في 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 مكة وفي في المدينة المنورة وفي الكثير في سوريا مثلا وفي لبنان، كثير من البلدان الإسلامية. محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن العنوان الذي اتخذته
عنوانا لهذا الحوار والذي سأركز عليه بحول الله، البحث الذي أتقدم به بين أيديكم إنما يعتبر في الحقيقة عنوانا غريبا، ومع ذلك فإنه اعتبر مذهب رأي، وما ذلك إلا لأنه مع إعماله النظر فإن الأدلة النظرية التي يعملها كان إعمالها أغلب في مجال التفريع أو مدارك الأحكام كما يسميها الإمام الغزالي في المستصفى. ثم الشيء الممتاز جدا هو البعد الزعامة الاجتماعية كوالده طبعا، الزعامة العلمية أيضا الشيخ سيدي محمد الفاضل بن عاشور، وكذلك أضاف إلى كل هذه العناصر البعد السياسي. حياة النقبية اللي كان والدي الشيخ الفاضل تناولها عند أحداث الاتحاد العام التونسي للشغل، طبعا الجد كان يعني بعيد عنها لا محالة، ولكن كان يتابع هذه الأمور السياسية عبر الأحاديث وعبر التراخيص التي كان يقدمها له والدي بعد حدوث الأحداث في العالم السياسي أو بعد مشاركته في بعض الملتقيات أو بعض الأحداث السياسية. الشيخ الفاضل بن عاشور كان أيضا متخوفا جدا من تأثير الإيديولوجيات الغربية اللائكية وخصوصا الشيوعية على العمال التونسيين. لا يخفى على حضراتكم أن بعد الحرب العالمية الثانية أقوى نقابات للعمال في فرنسا وبالتالي في الدول الحماية كتونس كانت النقابات الشيوعية لأسباب تاريخية معروفة. فبطبيعة الأمر النقابات كانت قوية جدا، وكان بالنسبة للشيخ محمد الفاضل بن عاشور من الضروري أن تتضافر جهود العمال التونسيين من أجل الدفاع على مصالحهم، لكن في كنفي أو تحت مظلة الهوية التونسية أي الهوية العربية الإسلامية. النقابات اليسارية أصبحت ترى في الشيخ محمد الفاضل بن عاشور عدوها اللدود الذي سحب من تحتها البساط، وهو الذي كان سبب في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. فأوغلوا صدور النقابات العالمية، جاءت الرسائل والوثائق دالة على ذلك، تستفسر معنى وجود رجل ديني على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل. يجيب فرحات حشاد ويقول إنه نقابي يمثل الزيتونيين، شأنهم شأن النقابات المسيحية عندكم هناك. فتعطل كثير من مصالح الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة مسألة الاعتراف به، ولم تنتهي إلا بعملية عزله بعدم دعوته في الاجتماعات. فكتب رسالته وبعث بها إلى فرحات حشاد يذكره بأنه هو الذي صنع الاتحاد وهو ذا اللي بناه، وبناء الاتحاد يتم عن طريق أخلاقيات معينة، وأولى هذه الأخلاقيات أن الاتحاد لا يمد يده إلى أصحاب السلطة ويأخذ منهم الأموال، وما عليك يا فرحة حشاد إلا أن ترد 100,000 دينار التي أخذتها من الباي. كل تحركاته على المستوى الوطني كانت من أجل صيانة الذات العربية الإسلامية وتحقيق الاستقلال للوطن من خلال تعزيز الهوية العربية الإسلامية وتحقيق الاستقلال من خلال النضال السياسي وكذلك النقابي. وعلى المستوى العربي والدولي كان الشيخ الفاضل بن عاشور أولوية مطلقة من أجل تحرير فلسطين. كان الشيخ محمد الفضل بن عاشور يمثل أو هو تجسيد حي لمعنى النضال بالكلمة والنضال الميداني. عقد أولا في جامع صاحب الطابع لقاء ترأسه هو
حول القضية الفلسطينية وكون فلسطين هي الوطنة العربية بالنسبة للفلسطينيين ولا حق لغيرهم فيه. بعد ذلك عقد في حديقة البلفدير لقاء مشهودا هو عيد العروبة الأولى، سماه احتفالا بالتاريخ الأول لظهور جامعة الدول العربية. إيمانه هذا كلفه الكثير، أنه كما هو معلوم في المؤتمر الذي عقد في ليلة القدر والذي شرعت فيه وثيقة الاستقلال كما هو معلوم، قد اعتقل وكان مع المعتقلين في السجن وأمضى عيد الفطر في السجن. الشيخ الفاضل بن عاشور يكاد ينحصر التزامه السياسي في حول مسألة فلسطين وضرورة تحرير الفلسطينيين من هذا الاستعمار الشنيع الذي هو الاستعمار المتمثل في تأسيس دولة سميت دولة إسرائيل. يبدو وكأنه تعب نفسيا أكثر، تعبه النفسي أكثر منه جسدي هو الذي أثر عليه، ولذا لم يعمر طويلا، حتى أن أحد المقربين منه قال إن الذي قتله وأنه كان يحمل كامل هم هذه الأمة وهم الإسلام. المصيبة الكبرى هي طبعاً التي تمثلت في وفاة الشيخ سيدي محمد الفاضل بن عاشور سنة 70 في حياة والده الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور، كانت حقيقة الفاجعة. الوفاة متاع والدي كانت بالنسبة لي يعني لحظة فارقة في حياته، أن عام 70 والدي توفى قريباً عمره 60 سنة، وبعد مرض يعني الحمد لله يعني ما طالش به. الناس تعجبوا آنذاك، ولكن تعجبوا بصفة نسبية بصبر الشيخ سيدي محمد طاهر بن عاشور أمام هذا المصاب الجلل. لولا هو معناها عزيزي وقربه منا وقوة الجيش يعني وقوة لكانت فقدان والدي كانت تكون بالنسبة لي صدمة. وما حسينا موت بابا بالمجد وقت توفى عزيزي، وأمي بيدا تقول هذا مش احنا برك. وكل فترة هذيك المدة هذيك من بعد لتوفى بابا الله يرحمه واللي عديتها مع عزيزي زدت قربت له، لأنه كان عنده عطف خاص علينا أنا ورافع أخويا، كنا صغار وقتها. إنسان ما يعني بلكش تظهر هذه كلام ما يتقالش، أما كنا من خموش حنا صغار ينجم يموت نهار، خاطر ملي عرفناه كبير لحيته بيضاء وديما نفس الباس وديما نفس السلوك، وكان ما يعليش صوته وما يعاركش وعنده استقامة كبيرة ياسر يفدلك معانا برشا. يعني كنا بالنسبة لي كيف لي هو شاددك العائلة كلها كلي هو الساس متاعها. الشيخ طاهر كيف وفاء التحرير والتنوير وكيف انتهى مهمته ذهب إلى جوار ربه كأنه عبد نزل على فلسة وتفاضل.